السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم أمين للطبخ والحلويات. اليوم إن شاء الله عندنا وصفة بلدية مليون في المية ديال البرد، هي الكرعين بالحمص. بزاف ديال الأخوات كيقلبوا على وصفات بلدية بحال هذه، تابعونا نشوفوا طريقة التحضير ديالها والمقادير. هنا كانوا عندي هذوك الكرعين في المجمد، جبتهم طبيعة الحال كنكون غسلاهم، ولكن كنزيد لهم الخل، كمية الملحة والماء غليان باش الا بقات شي حاجة ديال الكحولية ديال داك التشواط، هذاك الخل والملحة كيحيدها. كنحاول نكمل التنظيف ديالهم، كنحيد كاع داك الكحولية اللي بقات ديال التشواط ديالهم صافي، وكنفركهم مزيان بالماء وكنخليهم يقطروا. كندوز نوجد المقادير اللي غادي نصب بها. بعد ما قطروا مزيان درتهم في طنجرة الضغط اللي غادي نصب فيها، وكنكون وجدت المكونات اللي غنحتاج. هاد المكونات هي كاس مع مرش ديال الزيت النباتية، كمية لا بأس بها بزيت الزيتون، بصلة كبيرة مشلضة، قياس مطيشة كبيرة هي مشلضة ومحيد لها الماء والزريعة ديالها، قزبر ومعدنوس مقطعين، وفصوص ديال الثومة، وبطبيعة الحال التوابل. كنديرها في الطنجرة، كنشعل عليها البوطة باش كتشحر لي شوية، زيت الزيتون وزيت النباتية والبصيلة اللي عندنا، كنخليهم يتشحروا مزيان. هاد الطريقة كنعتمدها كتخرج لنا كاع داك النكهات الزوينة، لا بالنسبة للحم ولا للدجاج ولا لأي حاجة. هنا راه بدات البصلة كتشحر، كنضيفو المكونات الاخرين، مطيشة والتوابل، سكنجبير والخرقوم. التوابل بطبيعة الحال عينك ميزانك، ما نقدرش نقولك الكمية شحال، على حسب شحال غادي تطيبي. الملحة، الفلفلة حمراء اللي هي البابريكا، الكامون وشوية ديال الابزار، حتى الكمون غير شوية باش ما يجيناش مر. كنكون وجدت الماء طايب يعني غليان وكنروي به. كنزيد ثومة ريوس، كنروي وكنضيف الحمص. الحمص بطبيعة الحال كنكون نقيته وغسلته وبيته ليلة كاملة في الماء دافي وشوية ديال الملحة. كنضيف الربيع، نتوما كتشوفوا راه مقطع غليظ، ماشي مشكل حيت المدة ديال الطياب ديال الكرعين كتكون طويله، يعني كل شيء كيدوب ما كيبقاش باين الربيع واش مقطع غليظ ولا رقيق. كنخليها حتى كتطلع الغليه، وكنحاول نحركها شويه باش كتمشي لهذيك الكشكوشه، عاد كنقفل عليها باش ما كتفيضناش الكوكوط ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا رويت بزايد، يعني غطيت هذوك المكونات كاع بالماء، ماشي مشكل لان مده الطهي طويله وكيتجي المرقه مقاده مع هذيك الحمص والهرقمه. كنقفل عليها وكنحسب عليها ساعه ونص، لا زياده ولا نقصان. ساعه ونص كتجي المريقه مقاده وكتجي ملبيه وطايبه على نار متوسطه. كنحسب لها ساعة ونص وكنحلها، هانتوما شتو ديك المرقة كاع شربات وكتجي ملبية
وطايبة، كنقدمها وبالصحة والراحة. إلى عجبتكم الوصفة ما تنسوناش من لي لايك ديالكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكراً.